ترنيمة وعود. ترنيمة وعود للرب المعبود، برفع صلاة وتسبيح حمد وسجود. ترنيمة وعود لإله الجود، بطلب ملك المسيح على حياتي سود. من فيض القلب عرفان وحب، ترنيمة جديدة برنم للرب، وغني لسيدي لحني وأناشيدي، ورنم لإلهي ما دمت موجود. ترنيمة وعود، ترنيمة وعود، ترنيمة وعود، ترنيمة وعود. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أعزائي المشاهدين، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم ترنيمة وعود. وترنيمتنا لليوم اسمها أعلن، أعلن بالصوت العالي لكل الناس، إلا بيسوع الغالي ما في خلاص. هالترنيمة حبيت أكتبها في النمط الفولكلوري، الموسيقى الفولكلورية السائدة في بلاد الشام زي فلسطين والأردن سوريا لبنان، ففي نمط فولكلوري معين. ما في ترنيمة كتير مكتوبة في هالنمط، أنا بتأكد الشباب عم بيكتبوا كتير في الأيامات هاي، لكن لحد الآن لسه المستحدث الموضوع جديد على أنك تكتب ترانيم بالنمط الفولكلوري. في محاولات كتير حلوة في صعيد مصر، وجسدوا يعني واقع البلد، واقع الحياة في ترانيم بتعبر عن يسوع. وأنا هذا اللي بقوله دايما، حلو أنك تعبر عن محبتك وعبادتك وتسبيحك لإلهك في لغتك اليومية. إذا أنا مش عايش أسمع موسيقى غربية مثلا، بس بسمع شرقي، ألحان بتستهويني الألحان الشرقية، فطبيعي أني أسبح وأعبد ربي في ألحان شرقية، والغربي بنفس الفكرة. فحلو أنه بصلي أنه كل الأنماط تجتمع مع بعض، وكل واحد ما يخجل من المكان اللي جاي منه ويعبر عن حبه ليسوع. خاصة وإحنا أنه هدفنا الأول والأخير دايما أنه نعلن عنه، عن شخصه وحده، عن مجده وحده. في كتير ناس لسه ما عرفت يسوع، وفي كتير ناس كانت مثلي لسه عرفته بالاسم وبتحاول تعرف عنه وبتحاول تتغير معه وفيه. لكن كنت بقرأ في أعمال الرسل الإصحاح الرابع العدد 12 اللي بيقول: وليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. اسم يسوع له كل المجد، ليس اسم آخر يساوي ولا اسم آخر زيه. مش بس لأنه اسم، لأنه ما وراء هذا الاسم، ما بيعني، ما بيمثله هذا الاسم، أعظم بكثير من أي كلام يقال وأي أوصاف توصف وأي شرح يشرح. ويمكن تشوف يعني كل إيماننا المسيحي مبني حول هذا الاسم العظيم اللي شفنا فيه محبة الله متجسدة، الكلمة تجسد. وهي المحبة متاحة لكل شخص. بس لو بتسمعني اليوم وانت حاسس نفسك بعيد، لا بالعكس، انت أقرب من ما بتتصور، لأن الله أقرب لك من ما بتتصور. انت أطلبه، لو كنت بعيد اقترب منه ويقترب إليك. هو فاتح إيديه وبستنى، بستنى كل واحد، بستنى كل تائب. هو أحب الخطاة، هو جاء للمرضى، هو جاء للمحتاجين، وأنا مريض ومحتاج لهذا الإله دائما. مريض في الخطية اللي بتبعدني عنه، ومحتاج دائما أتغير وأغير في داخلي، في طبيعتي الإنسانية الجسدية الساقطة، وأرتفع إلى مستوى روحي أعلى. وهالشيء ما بيصير إلا لو عرفت اسم واحد، هو اسم يسوع. مش بس تعرف إنه اسم يسوع، تعرفه، تختبره، تصلي له، وتعيش حياتك مكرسة لخدمته، لاسمه وعلى اسم هذا الإله العظيم. اعلن بالصوت العالي لكل الناس، إلا بيسوع الغالي ما في خلاص. الأبيات بتقول: إنجيله بيعلمنا نحب الأعداء، نبارك اللي بيلعننا واللي أساء، توب وسلم حياتك هو الأساس. اعلن بالصوت العالي لكل الناس،
إلا بيسوع الغالي ما في خلاص. أحب العالم وكل عالم خطاه، الله برحمته وعدله وهبه حياة. توب وسلم حياتك، هو الأساس. واليوم إن صوته تسمع يقول لك تعال، لا تقسي قلبك وارجع، ارجع في الحال. توب وسلم حياتك، هو الأساس. وأعلن بالصوت العالي لكل الناس، إلا بيسوع الغالي ما في خلاص. تعالوا نسمع الترنيمة مع بعض. ترنيمة وعود. يسوع يسوع يسوع، في غيره ما في خلاص. يسوع يسوع يسوع، سيدي وتاج الراس. يسوع يسوع يسوع، بغيره ما في خلاص. يسوع يسوع يسوع، سيدي وتاج الراس. وأعلن بالصوت العالي لكل الناس، إلا بيسوع الغالي ما في خلاص. اعلن بالصوت العالي لكل الناس، إلا بيسوع الغالي ما في خلاص. أحب العالم وكل عالم خطاه، الله برحمته وعدله وهبه حياة. أحب العالم كل عالم خطاة، الله برحمته وعدله وهبه حياة. توب وسلم حياتك، هو الأساس. واعلن بالصوت العالي لكل الناس، إلا بيسوع الغالي ما في خلاص. أعلن أعلن لكل الناس، إلا بيسوع الغالي ما في خلاص. إنجيله بيعلمنا نحب الأعداء، بارك اللي بيلعنا واللي أسى. إنجيله بيعلمنا نحب الأعداء، بارك اللي بيلعنا واللي أسى. توب وسلم حياتك، هو الأساس. واعلن بالصوت العالي لكل الناس، إلا بيسوع الغالي ما في خلاص. اعلن بالصوت العالي لكل الناس، إلا بيسوع الغالي ما في خلاص. واليوم إن صوته تسمع يقول لك تعال، لا تقسي قلبك وارجع، ارجع في الحال. واليوم إن صوته تسمع يقول لك تعال، لا تقسي قلبك وارجع،
ارجع في الحال واليوم من صوته تسمع يقول لك تعال لا تقسي قلبك وارجع ارجع في الحال طوب وسلم حياتك هو الأساس واعلن بالصوت العالي لكل الناس إلا بيسوع الغالي ما في خلاص اعلن بالصوت العالي لكل الناس إلا بيسوع الغالي ما في خلاص اعلن بالصوت العالي لكل الناس إلا بيسوع الغالي ما في خلاص إلا بيسوع الغالي ما في خلاص إلا بيسوع الغالي ما في خلاص. وزي ما سمعنا كانت الترنيمة على مقام البياتي، لكن الطبقة كانت طبقة المي أو الإي. اختيار المقام بيحدده مؤلف الترنيمة، ما بيتغيرش المقام من ترنيمة، يعني اسم الترنيمة ما بيتغير مقامه، لكن بتتغير الطبقة الارتكاز أو الكي. فممكن تكون بياتي على الري، بياتي على الدو، لكن أنا اخترت بياتي المي. وقبل ما نسمع تقسيمي على هالمقام بودعكم في رعاية هذا الاسم العظيم، في رعاية رب السلام المسيح له كل المجد. بصلي دايما يدوم سلامه في حياتكم ويبارك بيوتكم ويكون دايما يرعاكم سلام المسيح. ترنيمة وعود